في جريمة لا تغتفر ولن ينساها 4000 طالب وطالبة من أبناء مديرية التعزية، وقد تشردوا بعد أن أصبحت مدرستهم خاوية على عروشها لثمان سنوات متتالية، بل ويستهدف كل من يحاول الوصول إليها، وبشكل ممنهج تستهدف المدرسة بالمدفعية والدبابات، وتدمر وتتلف ممتلكاتها التي لا زالت بالمدرسة، ولم يستطع أحد الوصول إليها لنقلها لمكان آمن. على زقة واحدة لا ينسارح البلاء، سمعت؟ وهل على جنستور نتحمل زيادة على ما تحملنا؟ قسينا سنة ونص داخل ما نخرج شباب، نصلي تراويح داخل ونصلي جمعة داخل، سمعت؟ الفروض كلهم نصلي يوم داخل، السبب محاصرة من، سمعت؟ الحوثي طلعوا قبل قرة وحاصرونا، ما استرنا نخرج ولا من بيت. الماء من الأمطار سنة ونص نشرب من الخزانات، ما يصل شوية ماء، سمعت؟ فالأمور يعني إنه حفظك الله أستاذ، وشكرا كثيرا لك. الله يبقيك يا أستاذي، حياك الله. وشكرا. ليس لديها تعليم، ليس لديها تنمية، ليس لديها صحة، ليس يعني كل المجالات تقوم بتخريبه، كالمدارس والمستشفيات والجوامع أيضا تقوم بتفخيخ عقول الشباب والنشأ حتى لا يعلم هؤلاء الشباب ما هي أهداف هذه السلالية. رجال الجيش الوطني المسيطرون على منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز يعتبرون ممتلكات هذه المدرسة وغيرها من الممتلكات العامة ملكهم جميعا، بل وملكا للأجيال القادمة، لذا يرى كل شيء مصان وفي مكانه، لكن أبناء الكهوف وإيران يعتبرون العلم والتعليم عدوهم الأول، لذا يستقطبون الجهلة وشذاذ المجتمع ليكونوا وقودا لمعاركهم وتحقيق أطماعهم. فمدرسة أبو عبيدة نموذجا للكثير من مدارس مديرية التعزية التي يدمرها الإنقلابيون ويستخدموها لأغراض قتالية. 12 مدرسة خارج الخدمة هذه تماما، مدمرة مضروبة، لكن هناك مدارس تضررت وخذت سكنات عسكرية برضو للحوثيين، قد يتجاوز برضو على 12 المدرسة 10 مدارس هذه وخذت سكنات عسكرية يستخدم فيها التدريب لهم يعني لعناصرهم، ولا غير مؤمنة للطلاب حيث أنه لا يأمن الطلاب الذهاب إلى هذه المدارس، فيها عبوة ناسفية وفيها ألغام، هذا ما يحمله الحوثي من للمجتمع، لا يحمل أقول لك فكرة تنمية ولا علم ولا معرفة، يحملون فكرة الموت، فكرة الهدم، ولهذا طال السكوت عليهم. كان هذا المبنى يستقبل مئات الطلاب طوال العام الدراسي من أبناء منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز، حتى وصلت ميليشيات إيران الإرهابية فحرم التعليم، وتحول المبنى إلى مكان مهجور يتعرض للقصف والاستهداف طوال الوقت. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.